هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة، مجلة ضريبية تنتجها شبكة العدالة الضريبية Tax Justice Network، تعدها نورهان شريف، يخرجها هشام بن عمارة، ويقدمها لكم من استوديوهات إكسبرس FM في تونس وليد بن رحوم. تستمعون في هذا العدد من الجباية ببساطة لما يلي. اتعمل القانون في أربعينات القرن الماضي، كان مرتبط بأجواء فيها قدر من التقشف في الدولة المصرية، وبالتالي كان في نية لتجميد الإيجارات عند أسعار معينة. ده استمر حتى بعد 52 بعد قدوم جمال عبد الناصر، وتم تحديث القانون، ولكن فكرة تجميد الإيجارات فضلت مستمرة. حاليا في مناقشة في البرلمان المصري لقانون الأغراض السكن اللي صدر مؤخرا، هو الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، المتوقع أنه هيكون لي علاقة بالسكن، وعلشان كده يمكن هو في تأخير لأنه في جدل كبير جدا حواليه. من المتوقع أنه المحلات دي هتؤخذ منهم، هيسبوها بسبب سيطرة بعض من الشركات المهتمة بالتطوير العمراني عليها، بيتحول لمكان هيصبح مقتصر على طبقة معينة تقدر تتحمل تكاليف هذه الأماكن. السكن ليس فقط مجرد توفير وحدة سكنية، ولكن هو حياة في الحقيقة، لأنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بيؤخذ من المواطنين حتى لما هذه المشروعات بتوفر لهم وحدة سكن. كان من الممكن جدا بمنتهى السهولة انه يتم تطوير هذه الاحياء بالمشاركة مع سكانها دون اخلاقهم او دون انهم يتم نقلهم لاحياء اخرى لا ينتمون لها، ولكن لان المنطقة مبشرة باستثمارات كبيرة جدا جدا تم ازالة هذه المنطقة، ومن المتوقع دلوقتي انه يتعمل فيها منتجعات وفنادق ومؤسسات تجارية بشكل كبير، مولات وغيره. الجباية ببساطة، مرحبا بكم في الجباية ببساطة. أخبارنا المتفرقة في هذا العدد نخصص الجانب الأكبر منها لحرب أوكرانيا وروسيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث عبر صندوق النقد الدولي عن مخاوف جمة تحيط بالاقتصاد العالمي الذي بات مهددا تحت وطأة الصراع الروسي الأوكراني في ظل توسع العقوبات الغربية ضد موسكو. صندوق النقد الدولي كان قد عبر في بيان له أن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة، وأن الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب. وأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوطات التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19، وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة كبرى من إنفاقها وفق صندوق النقد الدولي. ورجح الصندوق حدوث ضرر اقتصادي أكثر تدميرا حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. جدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد سلط عقوبات على روسيا هي الأشد في تاريخه، أهمها عزل روسيا عن النظام المالي العالمي باستبعاد عدد من بنوكها من نظام سويفت. ويعتبر سويفت نظاما ماليا للتحويلات يعد أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم. ويجمع العديد من الخبراء والاقتصاديين أنه يمكن لأي بلد معزول عن نظام سويفت أن يعاني من آلام اقتصادية كبيرة، ويستشهدون بما حدث لإيران في سنة 2012 عندما فقدت بنوكها الأصول إلى هذا النظام العالمي كجزء من عقوبات سلطها الاتحاد الأوروبي الذي استهدف حينها البرنامج النووي للبلاد ومصادر تمويله. غير أن البنك المركزي الروسي أكد على استقرار النظام المصرفي في موسكو بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي استهدفت روسيا وبعض المؤسسات المالية، من ذلك منعها من الوصول إلى نظام التمويلات العالمي سويفت. وأشار البنك المركزي الروسي إلى زيادة نطاق الأوراق المالية التي يمكن أن تستخدم كضمان للحصول على قروض من البنك المركزي، وأضاف أن البطاقات المصرفية تعمل كالمعتاد، وأنه يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم.
وتهدف العقوبات التي سلطتها الدول الغربية على روسيا إلى عزلها واستبعاد عشرات المصارف فيها من النظام المالي العالمي، وهو ما من شأنه أن يجعل روسيا منبوذة ومشلولة وفق تعبير أحد المسؤولين. في ذات السياق أعلن البنك المركزي الأوكراني حظر التعامل بالروبل الروسي وروبل بيلاروسيا على التراب الأوكراني، العملة الروسية التي هوت بقوة إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما دفع البنك المركزي الروسي لتعديل سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 20%. نبقى مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن عملاق النفط العالمي مجموعة بي بي بريتش بتروليوم انسحابها من رأس مال شركة روزنفت الروسية العملاقة، والتي تبلغ حصتها فيها 19.75%، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضحت بي بي البريطانية في بيان صحفي أن مديرها العام برنارد ليوني سيستقيل من مجلس إدارة روزنفت بشكل فوري. روسيا التي تزود أوروبا ب40% من احتياجاتها من الغاز، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. نتيجة لذلك أبدت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز سوناتراك استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، كتعويض للنقص في إمدادات الغاز الروسي نحو أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. وتمتلك سوناتراك قدرات تصدير غير مستغلة عبر الأنبوب الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، وتبلغ قدرة نقل الأنبوب 32 مليار متر مكعب سنويا. وصرح المدير التنفيذي لسوناتراك أن الغاز الجزائري يمكن أن ينقل دون الاعتماد على الأنابيب، إذ يمكن نقله في السفن، ويوجد في الجزائر وحدات تسييل يتم استغلالها حاليا بنسبة 50-60% من قدراتها فقط. وتساهم دولة الجزائر ب11% من الاحتياجات الأوروبية من الغاز، وتصدر حوالي 22 مليار متر مكعب عبر الأنبوب المذكور سابقا، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير. لكن مع ذلك فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض لوحدها الانخفاض في إمدادات الغاز الروسي. وتختلف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من بلد إلى آخر حسب معطيات كل دولة، وينطبق ذلك على المنطقة العربية، حيث أبرزت الأرقام المنشورة أن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 19 و2000 إلى 21 و2000 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، ولكن ثمة علاقات أخرى تشمل الاستثمار بين الطرفين. ويعد القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى، وتقوم بعض الدول العربية ومنها مصر بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضروات إلى روسيا وأوكرانيا، كما يمثل السلاح الروسي أحد السلع التي تستوردها بعض الدول العربية خاصة في السنوات الأخيرة. ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية لم تسجلها منذ سنوات، فمن الطبيعي أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع الأسعار، فحصة الدول العربية من الصادرات النفطية على مستوى العالم تبلغ 24%. ومن المتوقع أن تشهد ميزانيات الدول العربية المصدرة للنفط انتعاشة ملموسة، وتحقق فائضا ماليا من عوائد المحروقات يمكنها من الاستغناء عن الديون الخارجية والمحلية. على عكس ذلك سيكون موقف الدول العربية غير النفطية صعبا في المرحلة المقبلة لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا يحملها أعباء فاتورة التضخم المستورد في المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة أعباء المعيشة على مواطنيها. نختتم أخبارنا المتفرقة بتسريبات مصرف كريدي سويس، حيث كشف تحقيق مشترك من صحف نيويورك تايمز وغوارديان وذا دويتشه زايتسونغ كشف عن تسريب حسابات سرية لأكثر من 30,000 عميل في بنك كريدي سويس، من بينها حساب للواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الأسبق بقيمة 29 مليون دولار. جاء في القائمة علاء حسني مبارك بحساب بقيمة 157 مليون دولار. من جانبه رفض مصرف كريدي سويس هذه الاتهامات، مشددا على أن البيانات المسربة
هي جزئية وغير صحيحة، وأخرجت من إطارها مما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون. جدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية الأولى في امتلاك مواطنيها لحسابات ضمن هذا التسريب بأكثر من 2000 حساب. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا بكم مجددا في الجباية ببساطة. في هذا الجزء من الحلقة نتناول موضوع تعديلات قانون الإيجار القديم وتهديد الحق في السكن لملايين المصريين، في حوار مع الباحثة العمرانية شيماء الشرقاوي، حيث وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم لسنة 81 و900 و1000 فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والهادف إلى إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما يمكن اعتباره إنذارا بطرد الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أماكنها الحالية، فضلا عن إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص. قانون الإيجار القديم والذي يعتبر قنبلة موقوتة تهدد الملاك والمستأجرين يمثل واحدة من الأزمات المزمنة التي تؤرق المجتمع المصري. نحلل هذا الموضوع مع الباحثة العمرانية شيماء الشرقاوي. أهلا وسهلا بك شيماء. أهلا وسهلا شيماء. في البداية، هل يمكن أن نأخذ فكرة عن القانون القديم للإيجار وما تسبب به من مشاكل؟ طيب، في البداية هو مشكلة القانون الإيجار القديم أصلا أنه هو اتعمل القانون في 40s القرن الماضي، كان مرتبط بأجواء فيها قدر من التقشف في الدولة المصرية، وبالتالي كان في نية لتجميد الإيجارات عند أسعار معينة، وده استمر حتى بعد 52، بعد ثورة 52 في يوليو 52، وبعد قدوم جمال عبد الناصر استمر أيضا الموضوع وتم تحديث القانون، ولكن فكرة تجميد الإيجارات عند أسعار محددة فضلت مستمرة، والأمر ده استمر يعني ممكن لحد يومنا ده في أماكن، سواء كانت عقارات لأغراض السكنة أو عقارات لأغراض غير السكنة، إيجارها بيكون بسيط جدا يعني مقارنة بأسعار السوق، بتكون نسبته بسيطة جدا جدا، ويعني بيكون رخيص مش غالي. فمن هنا بدأ يبقى فيه إشكالية في السوق العقاري، إنه عقارات بتكون موجودة في أماكن بتستحق إيجار أكتر من كده بكتير، ولكن بيدفع فيها مثلا 7 جنيه 10 جنيه، وده يعني شيء ضئيل جدا للغاية حتى مقارنة بأسعار الأيام اللي احنا فيها، فهي بسيطة جدا وما يتعداش حتى يعني 1/10 من الرواتب. فبالتالي من هنا جت الإشكالية، إنه الملاك محتاجين قانون يستجيب لاحتياجاتهم، ان هما بيكون عندهم عقار في وسط المدينة مثلا وما بيدرش عليهم اي دخول، بيدر عليهم دخل بسيط جدا، وده بيخلي انه العقار يهمل لانه مش قادرين يصرفوا على صيانته او على الاهتمام. ده من ناحية الملاك. من ناحية المستأجرين كمان بقى عندهم مشكلة، انه في سنة 96 اصدرت الدولة المصرية الإيجار القديم، والقانون ده بيعمل على تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إنه ما يكونش فيه أسعار ثابتة ولا إيجارات محددة طبقا للقانون. وفضل القانونين ماشيين مع بعض، الإيجار القديم اللي هو فيه أسعار مجمدة، والقانون الإيجار الجديد اللي هو فيه أسعار محررة، وبالتالي ده خلق نوع من الخلط في السوق العقاري، وما بقاش فيه آلية واضحة لضبط الأسعار العقارات. يعني بالنسبة لمشروع القانون، هو لحد اليوم في جدل كبير عليه، لأنه الملاك شايفين أنه هيبقى شوية في قدر من الإنصاف ليهم، أنه هيرجع لهم حقوقهم اللي هي مهدرة فترة طويلة من الزمن طبعاً، والمستأجرين شايفين انه ده هيبقى في ظلم كبير جدا ليهم، لانه طبعا تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين هيخلي اسعار العقارات او المحال التجارية هتكون باهظة الثمن يعني، وصعب انه تكون انه المستأجرين يتحملوا قدرة التكاليف دي. القانون اللي صدر مؤخرا هو الأغراض غير السكنة، يعني هيسري على المحلات التجارية وهيسري على الجمعيات والمؤسسات او الشركات كمان اللي مأجرة
وحدات سكنية، شقق في وسط المدينة وغيرها من الأماكن. فبالتالي ده ممكن يسبب انه كتير جدا من المستأجرين دول هيضطروا ان هم يسيبوا اماكنهم لانه مش هيقدروا يتحملوا تكاليفها بعد ما القانون يصدر. يعني اللي فهمته من كلامك استاذة شيماء الشرقاوي ان القانون الجديد لا يعنى بالسكن، موضوع السكن يخضع لقوانين، كنت ذكرتي قانون منذ أربعينات القرن الماضي، وكذلك ذكرتي قانون سنة 1996. هذا أحدث عالمان متوازيين إذا بالزبط. صح التعبير بالزبط. يعني خاصة من حيث الأسعار. بالضبط. هو المشكلة أنه حاليا في مناقشة في البرلمان المصري لقانون الأغراض السكن، يعني هو اللي صدر مؤخرا هو الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لكن المتوقع أنه يصدر هيكون ليه علاقة بالسكن. وعلشان كده يمكن هو فيه تأخير لأنه فيه جدل كبير جدا حواليه أكتر يمكن من القانون المتعلق بالأماكن لأغراض غير السكنة، لكن من المتوقع أنه يصدر برضو في أي وقت. طيب بالنسبة للقانون الجديد والذي يعنى بالأماكن الغير معدة للسكن، أي تغيير سيطرأ نتيجة لهذا القانون؟ هذه التعديلات سيكون لها أي مفعول في تقديرك؟ بشكل كبير هو القانون طبعا هما بيقال انه هياخد 5 سنوات علشان يتم تطبيقه بشكل كامل من تاريخ العمل بالقانون يعني، ولكن المشكلة هتبقى في انه في اماكن كتيرة جدا في القاهرة، انا بتكلم بشكل اساسي عن القاهرة، هيتغير النسيج الطبقي والعمراني والاجتماعي بتاعها. انه في لو ادينا مثال بمنطقة وسط البلد، وسط البلد هي منطقة يعني بيطلق عليها القاهرة الخديوية، هي من ايام الخديوي اسماعيل، واصحاب المحلات دول ممكن يكونوا موجودين بقالهم يعني مئات السنين، يعني ممكن يكونوا ورثوا كمان المحلات عن اهلهم. فالمحلات دي هم بطبيعه الحال لما القانون يتغير هيبداوا مش هيقدروا يتحملوا تكاليف ايجارها لانه هي مش بتدر عليهم برضو دخول كبيره، فمن المتوقع انه المحلات دي هتؤخذ منهم يعني وهيسبوها. وفي تقديري انا الشخصي انه منطقه وسط البلد حاليا بسبب يعني سيطره بعض من الشركات المهتمه بالتطوير العمراني عليها بتتحول بالتدريج من مكان كان شويه جامع لطبقات مختلفه وفي نوع من النسيج الاجتماعي المختلط شويه بشويه بيتحول لمكان هيصبح فيما بعد لو استمر الوضع على ما هو عليه انه مقتصر على طبقه معينه تقدر تتحمل تكاليف هذه الاماكن. وده في الحقيقه بيتم التجهيز ليه من فتره طويله، يعني مؤخرا لقينا انه في شركات بتاخد مقرات ليها من وسط البلد، زي اوبر على سبيل المثال، شركه اوبر واخده مقر ليها في منطقه وسط البلد. بنلاقي انه في اماكن كانت قديمه بتتقفل، سواء كانت مقاهي قديمه او محال تجاريه قديمه جدا بس كان ليها جماهير، يعني كان في يعني مواطنين عارفين المحل بالاسم فبيروحوا له. المحلات دي هتبدا تتغير وهنلاقي بقى تشينز، يعني زي المحال اللي احنا بنشوفها في كل مدينه في العالم، اتشاند ام او غيره، هيبداوا بقى يتوجه تركيزهم لمنطقه وسط البلد، وبالتالي المنطقه هتفقد كتير من التاريخ المعبأ بها. هي منطقه يعني متعدده الطبقات، وسط البلد زي ما قلت في البدايه هي كانت موجوده من يعني انشاها الخديوي اسماعيل ومر عليها احداث وتواريخ وسنين يعني مرت عليها وخلت المنطقه يبقى فيها تاريخ متعدد الطبقات. فبالتالي ده من المتوقع انه تخسروا المنطقه لو استمر الوضع على ما هو عليه، انه المحلات القديمه والشركات القديمه تبدا تخسر مقراتها الحاليه. طيب في تقديرك هل هذا التعديل دستوري ومتوافق مع احكام شريعه الدوله المصريه؟ والله هو هذا التعديل ما بيتعارضش مع احكام الدستور، ولكنه ممكن ياثر بشكل كبير على فكره الحقوق في العمل، لانه اصحاب المحال اللي كان عندها مقرات في هذه المنطقه
هتصبح مهددة بفقدان مصادر دخولها وعملها الوحيد، فبالتالي هتبقى مهددة بأنها تكون بلا عمل. ده طبعا غير متوافق مع الدستور، لأن المفترض أن الدستور بيكفل مواطنين في الحصول على عمل يناسب دخولهم ويحسن من أوضاعهم، فده اللي هيتعارض معاه بشكل مباشر. أتوقع أنه لو تم إقرار القانون المتعلق بالأغراض السكنة اللي هي الوحدات السكنية الأغراض السكنة، ده يعني هيبقى فيه تعارض كبير جدا بينه وبين الدستور، لأنه الدستور بيكفل الحق في السكن اللائق، وبالتالي هيبقى فيه عدد كبير جدا من المواطنين المصريين مهددين أنهم يفقدوا السكن الخاص بيهم ويفقدوا واحد من أهم مقررات ومحددات السكن اللائق، وهو أمن الحيازة. لأنه القانون الجديد اللي هو صدر سنة 96 مدة العقد فيه بتكون 5 سنوات، ما بتزيدش عن 5 سنوات، وده طبعا ما فيهوش أمان في الحيازة، إنه يعني ما فيهوش استمرارية، إنه المواطنين المصريين في عقود تم إقرارها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي مستمرة إلى يومنا هذا، فالعقود دي أكيد هيتم تغييرها. أما القانون الجديد الخاص بالسكن يتم إقراره، وبالتالي كتير جدا من المواطنين هيفقدوا السكن اللائق ليهم وهيبقوا مهددين بأنهم يكونوا في الشارع. يعني في تقديرك، هل الدولة المصرية جهزت حلول بديلة لهؤلاء من خلال توفير سكن لائق، سكن اجتماعي يلائم المقدرة الشرائية وقدرتهم على الدفع مبالغ معقولة يعني مقابل هذا السكن اللائق؟ والله في مشروعات كتيرة أقرتها الدولة المصرية، سكن اجتماعي أو تمويل عقاري، ولكن بتبقى مشكلة المشروعات دي في وجهة نظري أنه هي مش بتدرس السكن إلا كوحدة سكنية فقط. يعني توفير وحدة سكنية هو أمر جيد أكيد، ولكن السكن ليس فقط وحدة سكنية، هو مرتبط بمجتمع، مرتبط بوظائف، مرتبط بسهولة الانتقالات. يعني لما أوفر للمواطنين كانوا عايشين في وسط المدينة سكن في ضواحي القاهرة، فبالتالي أنا بفرض عليهم إن هم هيحتاجوا وسائل انتقالات هتكلفهم كتير جدا، كمان بشيلهم من النسيج الاجتماعي والعمراني اللي هم متعودين عليه. ويمكن ده احنا شفناه في مشروعات تم تنفيذها زي مثلا الأسمرات، مشروع جيد ووفر سكن للناس، ولكن شلهم من المناطق اللي كانوا متعودين عليها وهم مكون اجتماعي منها، وكمان أثر على طبيعة عملهم، لأنه في المناطق القديمة تحديدا معظم السكان بيكونوا مرتبطين بمحال تجارية بتكون قرب سكنهم بالظبط، وبالتالي ما بيصرفوش انتقالات، وده بتكون وظيفتهم، هم عملوا علاقات واسعة مع أهل الحي وبيقدروا يخدموا الحي ده، بيعولوا وبيشتروا منه. ففي السكن ليس فقط مجرد توفير وحدة سكنية، ولكن هو حياة في الحقيقة، لأنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ده بيؤخذ من المواطنين حتى لما هذه المشروعات بتوفر لهم وحدات سكن. يعني ما نفهمه من كلامك الباحثة العمرانية شيماء الشرقاوي أن هذا القانون ممكن أن يغير في الصبغة الاجتماعية لهذه الأحياء، خاصة نتكلم هنا عن القاهرة. يعني مظبوط، يعني متوقع بشكل كبير جدا أنه هتتغير طبيعة القاهرة اللي احنا متعودين عليها. طيب، كذلك هناك بعض الأقاويل التي تقول أن هذا القانون هو مجرد تمهيد لمخطط مشروع قانوني أوسع هدفه الامتداد في محاولات السكان، يعني إخلاء هذه الأماكن، هذه المساكن من سكانها. ده حقيقي، لأنه زي ما قلت في البداية القانون اللي صدر هو الأغراض غير السكنة، ولكن أيضا قيد المناقشة في البرلمان منذ دورته القديمة الفائتة، يعني هو قانون للإيجار المتعلق بالوحدات السكنية اللي هي منازل بيؤجرها الناس. فلو لم يتم تعديل القانون اللي هو قيد المناقشة حاليا ويستجيب لمخاوف المواطنين ويستجيب لمحاولة التوفيق بين احتياجات الملاك وبين احتياجات المستأجرين، وطلع نفس الصيغة اللي طلع بيها القانون الأغراض غير السكنة، فده على الأغلب هيتم بسببه إخلاء الكثير من السكان من منازل. طيب، كذلك
في الأسابيع الفائتة كانت هناك قرارات لإزالة أحياء بأكملها في وسط القاهرة. في تقديرك هل هناك دوافع اقتصادية وراء هذه العمليات التي قاعد يجري بها العمل حاليا؟ بالتأكيد في دوافع اقتصادية، ويمكن هذه الدوافع وراءها تحديدا هو تحويل المدينة لسلعة، يعني ورأينا ذلك في الكثير من المدن العالمية، يعني هو كيفية تحويل مدينة لسلعة، سلعة بمعنى أنها تصبح مدرة للأموال، مدرة للاستثمارات، بغض النظر عن طبيعة هذه المدينة وطبيعة سكانها ونسيجها الاجتماعي والعمراني. فما يحدث في القاهرة حاليا هو محاولة لذلك، يعني رأينا في إخلاء مثلث ماسبيرو، هو منطقة موجودة على نيل القاهرة كان فيها أحياء ليست إسكان غير رسمي كما كان يطلق عليها، يعني ليست عشوائية ولكنها أحياء شعبية قديمة، وكان من الممكن جدا بمنتهى السهولة أنه يتم تطوير هذه الأحياء بالمشاركة مع سكانها دون إخلاءهم أو دون أنهم يتم نقلهم لأحياء أخرى لا ينتمون لها. ولكن لأن المنطقة مبشرة باستثمارات كبيرة جدا جدا، تم إزالة هذه المنطقة، ومن المتوقع دلوقتي أنه يتعمل فيها منتجعات وفنادق ومؤسسات تجارية بشكل كبير، مولات وغيره. وده هدفه الاقتصادي الحقيقي، هو الاستفادة من كل قطعة في المدينة علشان تكون مركز لرأس المال فقط. يعني ده في تقديري الشخصي انه القاهرة بتتحول لمدينة مدرة للأموال دون الأخذ في الاعتبار انها مدينة متعددة الطبقات متعددة التاريخ. كل مكان فيها هو يعني ممكن نلاقي في شارع واحد أثر من القاهرة الفاطمية والخديوية وقاهرة الستينات والسبعينات، كل ده ممكن نلاقيه في شارع واحد، وده مش بس حاجة بتجيب سياحة، ولكن دي كمان حاجة بتعبر قد إيه عن هي مدينة مش عادية، مدينة ليها رونقها الخاص بيها، حتى وإن كانت بعض الناس بيشوفوا إن هي فوضوية أو فيها قدر من العشوائية، ولكنها يعني تبقى مدينة لها تاريخ معين يجب الاحتفاء به، ويجب عدم الانجرار وراء فكرة انه تتحول القاهرة لمركز تجاري فقط، لانه يعني لو كنا عاوزين مراكز تجارية فقط فاحنا ممكن نعمل ده برا القاهرة يعني. لكن مشكلة ما يحدث انه بيزيل بشكل كبير جدا طبقات التاريخ المتعددة اللي بتحتوي عليها القاهرة، وده شفناه مثلا في مشكلة إزالة الجبانات أو مقابر القاهرة اللي هي موجودة من أيام المماليك، وهي يعني أطلقت عليها دكتورة جليلة القاضي مدينة الموتى. فهي يعني الدوافع الاقتصادية للأسف هي التي تقود هذه القرارات والخطط دون الالتفات لدوافع أخرى للأسف. على فكرة أستاذة شيماء الشرقاوي، حتى في كبرى مدن العالم المدن التجارية تكون خارج المدينة، يعني تكون بعيدة عن المناطق السكنية، قد يكون كذلك لخلق مدن جديدة متنوعة صحيح. حول هذه الأماكن التجارية. نعم. في تقديرك هل يمكن الوصول إلى معادلة في تعديلات هذا القانون، قانون الإيجار، معادلة تحقق التوازن وتضمن مصلحة الجميع مع عدم التعدي على حقوق أي من الأطراف؟ بالتأكيد ممكن الوصول لمعادلة، لأنه نحن نتحدث عن مواطنين، وأي شكل من أشكال التعاون بين المواطنين نقدر نوصل لتوازن وضمان مصلحة الجميع، وفي نفس الوقت إحنا لازم ناخد في اعتبارنا قدرة المواطن على تحمل التكاليف سواء كان في حالة المالك أو المستأجر، لأنه الكثير من الملاك اللي بيملكون عقارات قديمة هم بيعتمدوا على هذه العقارات في أنها تدر ليهم دخل. فبالتالي إذا قدرنا نعمل نوع من التوازن ده أكيد حيكون في مصلحة الجميع، والتوازن ممكن يبقى بأنه يتم عمل لجان لتقييم العقارات وإيه اللي هتحتاجه العقارات، وإزاي تتم زيادة الإيجارات بشكل عادل، ولكن كمان دون أن يكون فيها جور على مصلحة المستأجرين، لأنه مش من المنطقي أن أنا مستأجر كان بيدفع مثلا 10 جنيهات مصرية في الشهر أطلبه فجأة أنه هو يدفع 10,000 اللي هو يعني أضعاف
أضعاف أضعاف من المبلغ، والزيادات ممكن تتم بشكل تدريجي مع ضمان حق المواطن في أنه ما يخرجش بره العقار اللي هو قاعد فيه أو الوحدة السكنية اللي هو قاعد فيها إلا بالاتفاق وأنه يكون فيه تنويه من قبلها بفترة علشان يقدر يكون جاهز. وفي الحقيقة مش هتكون في مصلحة أي حد، لأنه لو في مواطنين كتير فقدوا حقوقهم في السكن ده بيهدد بلد بأكملها، يعني هو مش فقط تهديد ليهم. أظن أنه يعني سهل جدا أنه نوصل لمعادلة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين وتركز على المدينة كجزء الملاك والمستأجرين بينتموا ليه، مش حد مجرد أنه عايز يدر دخل عليه وخلاص. لكن في الحقيقة أظن لو تم مراجعة حقوق وواجبات كل منهم وتم عمل تدريج في رفع الإيجارات ده هيكون مفيد للاثنين. جزيل الشكر لك الباحثة العمرانية شيماء الشرقاوي، كنت معنا بالهاتف من مصر، جزيل الشكر. شكرا لك. هذا كان حوارا حول قانون الإيجار القديم والتغيير الذي حصل فيه ومدى نجاعة هذا القانون في حل أزمة السكن وأزمة المساكن القديمة خاصة في وسط العاصمة المصرية القاهرة. جزيل الشكر لك مرة أخرى شيماء الشرقاوي. شكرا جزيلا. سعدت جدا باللقاء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من الجباية ببساطة، أعدتها لكم نورهان شريف وأخرجها هشام بن عمارة، وقدمها لكم من استوديوهات إكسبرس FM في تونس وليد بن رحومة. إلى اللقاء. الجباية ببساطة